نساء جمعية الحضارات وغيات تبين البلاء الحسن في الذكر والمديح والثناء. الحضرة الصورية النسائية اللي هي في المراقي يمكن أن الناس يجيو وينشطوا معنا ويفرحوا معنا في العائلة من مورا التراويح، والحمد لله كل شيء كيدوز زوين، وحنا فرحانين باش نشاركوا مع الناس ديال الصويرة هذا الشهر المبارك. مدينة الصويرة رائعة، وهذه السهرة وهذه الإيقاعات أعجبتني كثيرا. شهر رمضان الكريم علاوة على الروحانية التي يتميز بها، فهو يغير إيقاع وروتين الحياة اليومية.